للصحافي اللي يرعش من الفترة الانتقالية كيفي؟ الحل هو البرنوس. على ذكر الفترة الانتقالية، الحكومة باش تتعمل له سي رفيق عبد السلام اللي هو نسيب الغنوشي وكان يخدم في قطر، تقريبا باش يتحط وزير خارجية. والله قطر تلوموا فيها، قلت لكم عملت لنا عرض مغري لا يقبل المنافسة، اخذت نسيب القديم اللي هو صخر الماتري وبعثت لنا نسيب جديد ومعاه إعانة، شنو نحبوا أكثر من هكا؟ وقلت لكم أمان النمر متاع صخر الماتري ما تقتلوهوش، أنا استحقيناه تو، شو عملنا وجمليه؟ على ذكر الحكومة، عندي خويا صغير قال لي أنيسة تي داخلة بعضها، علاش؟ قال لي قلتلنا في القسم اللي يكذب يدخل النار. إيه شنو المشكل؟ لا لا، اللي يكذب يدخل الحكومة تو مش يدخل النار. وتعرفوا الحكومة جديدة النهضة، نعرف ممثلة هكا تقوم بأدوار الإغراء، متفتحة شوية في السينما، قلنا لها ساي ربحت النهضة أنسى الأدوار الكل متاعك. قالت ليه بالعكس؟ باش يكثروا الأدوار متاعي. كيفاه؟ تيمام ديما يحبوا الأفلام التاريخية ومسلمين وكفار. إي نقوم أنا دور الكفار. قالت شنو المشكل؟ المهم نمثل. حاجة ما تفرحناش في الكورة، الترجي خسر في اليابان، خسر في كأس العالم للأندية، النادي الإفريقي خسر في كأس إفريقيا للأندية. والله أمي عندها الحق، قالت لي فلوس الشراب والياغورت عمرهم ما يثمروا. سبت 17 ديسمبر، مرحبا بكم في لاباس جينيريك. سبت 17 ديسمبر، اهلا وسهلا بكم في لاباس، وان شاء الله تونس ديما لاباس. نبداو بالضيف السياسي، الحكومه قريب تتعين اما المعارضه نعرفوها عنا مده. من الحزب الديمقراطي التقدمي نستقبلوا ضيفنا الاولى السيد اياد دهماني. اياد مرحبا. شنو احوالك؟ عايش. لاباس، مرحبا بيك. قبل كل شيء الجمهور يحب يسالك. ان شاء الله لاباس. انت عضو الحزب الديمقراطي التقدمي، عضو المجلس التاسيسي، انت كنت صحفي زادة، زميل معناتها ردت بالي انا في الحوار اليوم. كنت تكتب في الموقع، كنت عايش في باريس، روحت بعد الثوره. في باريس تخدم زادة بتوازي في الاستيراد والتصدير. لا قريت عليك هكا تخدم شركه. ايه عملوا لي سي في تبارك الله. الجماعه الاخرين خاطر ديما في المسلسلات المصريه وانا ثقافتي كل اللي يخدم استيراد وتصدير راهو دروغ بالسرقه كذا. لا هم عملوا لي سي في، والوالد تجمعي للنخاع ويتاجر في الاثار مع عماد طرابلسي. حب اقول انه معناتها القطعه الاثريه الوحيده اللي عندنا في الدار هي الفريجيدير. اش قولك نبداو بالاهم حاجه، اش قولك في دعوه المرزوقي للهدنه؟ هما برشا يلوموا فيه. تو انتم عطيتوا رئيس قلتوا له الصلاحيه نتاعك تعلن حرب ولا تشهر السلم، دونك تعال الهدنه معناتها الصلاحيه الوحيده، انت ايش قولك فيها؟ والله انا معناتها ان شاء الله ما كناش في نفس الحرب. خاطر هو ظهر لي كان في حرب، احنا ما كناش في حرب. ان شاء الله لاباس، وان شاء الله الهدنه نتاعو تعطي نتيجه. به نهار 15 جويليا المصف مرزوقي قال الثوره تمشي على الشارع والاعتصامات ونحن نساند كل التحركات الشارع. نهار 15 ديسمبر قال لابد من هدنة سياسية واجتماعية ولا فإنه الانتحار الجماعي. لهالدرجة الحكم يبدل ولا تراه طبيعي معناتها ما يحس بجمرة الحكم كان اللي عفسها؟
لا نتصور انه السي المنصف ولا السيد الرئيس وقت اللي كانت الاعتصامات تخدم لمصلحته كانت باهيه، وقت اللي الاعتصامات ماهيش لمصلحته تولي خايبه. حاب نقول له اعتصموا بحبل الله جميعا. واضح. انت من اللي وصفوكم يوصفوا فيكم بالمشاغبين في المجلس التاسيسي، وايضا انت جاسوس تويتر، انت من العباد اللي يصير في المجلس التاسيسي الكل تهبطوا في تويتر. باش نفسر، تويتر العباد هو اللي يصير في المجلس التاسيسي يكتبوا على تويتر، قالوا لك هو قاعد يتعدى على الوطنيه الناس الكل تتفرج فيه. ما تحسش كانك تعرف بالبحر ساعة. لا، وفما حاجتين، فما اللي الناس اللي ما عندهمش تلفزه بداوا في الخدمه اتسيتيرا كي سون انتريسي، واغلب اللي تويت اللي عملتهم ما كانش على الجلسات العامه، تعليق. كانت على الاعمال في الجلسه في اللجان اللي هي لحد الان ماهيش علنيه، واللي ان شاء الله في يوم من الايام تولي علنيه. من جمله اللي كتبته مثلا قلت رئيس الدوله هل عنده الحق يختار ستيلو اللي باش يصحح به قرارات الوزير الاول؟ وهذايا التو ما عندناش اجابه لانه في النص ما تعرضولوش. وفي بالك اللي في كل الحالات ستيلو ازرق معناتها؟ مانيش متاكد. انت قلت زاده في تويتر الفرز مازال متواصل، يظهر لي مرزوقي باش يجي الثاني. اي معناتها باش يتسابق واحد ويجي الثاني؟ ممكن. شو تقصد بها معناتها؟ بالصلاحيات اللي عنده ينجم يجي ثاني. باهي. احنا على تويتر نتاعك في البريون فما دي ميساج ما بعثتهمش؟ باش نقراوهم شوية مع العبيد. قلت بعد ما عملت طلع على زميلاتي في المجلس التأسيسي يظهر لي كان واحد يعمل نصبة ويبيع الفولارات مشروع رابح على الاخر. لا لا ما كتبتوش انا مع حق المتحجب. قلت ما يجري بمحلاها، والله تستحق وزيرة. باه والله تستحق رئيسة. لا والله تستحق سفيرة. بون هاي سفيرة كمان مش خايفة. باه كتبت هذه. منصف المرزوق يبكي في الخطاب. غريبة، مش من المفروض نجيب الشابي هو اللي يبكي؟ لا لا بالعكس سي تي دو بون يومور. شكش تكبس ما ضحكش. لا. علاش قاعد بجنب السيد نجيب الشابي انت؟ هما حطونا هكاك صدفة. هو ما اخترناش النواب، ما اختاروش وين يقعدوا. إدارة المجلس هي اللي وزعت حسب الكتل، جات الصدفة اني قعدت بحذاه. احنا ما نمنوش برشا بالصدف، هل لأنه مثلك الأعلى في السياسة؟ هل لأنك تحب تسرق منه صنعة؟ هل لانك تعرف الكاميرات ديما مركز عليه دونك ديما هكا تمد وجهك كيما في الاحاد الرياضي؟ هل قاعد بجنبه لانه الكرسي اللي بجنب ما يجري بمعبي؟ الاربع احتمالات الكل. انت ديما تدافع على البي دي بي، عاملينك معناتها لسان دفاع ديلو نتاع النهضه، فما ايد دهماني نتاع البي دي بي، صحيحه ولا لا؟ اما اغلب الوقت ديلو كي يتعدى باش يقول لا ما صارش، وانا في اغلب المرات نقول ايه صحيح صار. وهاو علاش؟ وهاو علاش؟ ديما تفسر هاو علاش. باهي باش نعطيك معناتها تعطيني رايك في شويه الاكتواليتي اللي صارت، باش نعطيك اقوال نتاع ناس. ام زياد مثلا قالت بعض النواب يتكلموا لتشاهدهم زوجاتهم في التلفاز، معناتها يجيو يتكلموا يمدوا وجوههم باش نساهم تشوفهم، صحيحه ولا لا؟ موافقها ولا لا في الحكايه هذه؟ ما نعرفش، انا مانيش متزوج دونك مانيش في الكونفيغوراسيون هذه. رفيق عبد السلام قال لست سخر الماطري وراشد ليس بن علي، توافقوا ولا لا؟ إيه، ما نتصور انه النهضه كانت تنجم تختار حد اخر غير سهر الشيخ راشد الغنوشي باش تبعث رساله انه مساله الجستيون فاميليال بتاع الدوله نحات. واضح. نحكيو على رفيق عبد السلام اللي هو مرشح تقريبا باش يكون وزير خارجيه واللي هو نسيب الغنوشي. به المنصف المرزوقي قال ما نلبس كرافات الا ما يلبسها راشد الغنوشي، شنو رايك في الكلام هذا؟ مش يستنى برشا. حمادي جبالي قال علاقتنا بالسعودية أهم من المطالبة بتسليم بن علي تقريبا، شنو رأيك في الكلام هذا؟ أنا رأيي الزوز يلزم يكونوا على نفس القدر من الأهمية. معناتها ترى تونس يلزمها تعمل ضغط، ضغط حقيقي مش ضغط نتصور نتصور إذا خاصة أنه اليوم الناس اللي في الترويكا قاموا بحملة كاملة من أجل المحاسبة، يلزم اليوم يوريوا اللي هما باش يطبقوا الوعود نتاعهم. عندنا الإمكانيات باش نعملوا ضغط على السعودية؟ يظل معناتها عندنا امكانيات. علاش؟ على خاطر باش نكونوا واقعيين شوية وفي الأزمة هذه معناتها نكونوا واقعيين، لأنه اليوم تونس صحيح بلاد صغيرة اقتصاديا وعدد السكان، لكن عندها وزن سياسي ودبلوماسي. ديجا من قبل من عهد الزعيم بورقيبة كانت تونس دائما عندها وزن دبلوماسي أكبر من الحجم الحقيقي نتاعها،
ونتمناو انه الوزن هذا يمشي ويكبر ان شاء الله. باهي باش نقعد معاك يداميني باش نحكيو شويه على الصاير، ولكن قبل معناتها تعرف اللي التونسي قاعد يكتشف في حاجات غريبه قاعده تصير، قاعد يشوف في مجلس تاسيسي الناس الكل تتناقش ديمقراطيه هكا بكويت، ورئيس يسلم على رئيس ويسلموا في الحكم، حاجه غريبه برشا حتى في الدنيا وفي حياتنا اليوميه. يا مواطن راي باش تتبدل برشا حكايات، وهذه ليك حصريا في لاباس وزير الدوميسيل. شكون؟ تفويض؟ وي حل حل. شكون؟ حل حل. يدي سهل الحلان هو توا. شكون؟ وزير. وزير متكي متكي يا وزير متكي. لا 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 وزير تشغيل. حل حل. تفويض. السلام عليكم. مرحبا بك. شنو مرحبا بك. مساء عليك. عايشك تفويض. انا جيت يا لاباس برا مش لداخل. اي مرحبا بك. تفضل مرحبا بك. مساء عليك. عايشك تفويض. وزير الدوميسيل؟ هو الدوميسيل. يزبل اللعب. بيان سير. شنو بيان سير؟ شنو تعمل؟ حاجة جديدة. كنت عارف توا حكومة جديدة فهمني ولا وسياسة جديدة، قلنا فهمني ولا إلى متى المواطن مثلا معطل عن عمل هذا فهمني ولا 20 سنة هو معطل عن عمل، قلنا نوليو احنا نمشيو له، علاش هو يجي للوزارة ولا البيرو الشغل؟ نوليو احنا نتنقلوا على عين مكان، عطاو لنا الموتورات هذوما فهمني ولا سونتر واك تشوف فهمني ولا وانا نتنقلوا انا توا معناتها درت على 800,000 بطال، ما زلت انت توا كعبات اخرين. تي توا هذا كلام يزي يا صاحبي، تقول حكايه اخرى غير هذه. خلوا شنو هي؟ تونس ترشح تاخذ كاس العالم، تاخذ بطوله افريقيا، ما وزير يجي للدار دوميسيل. نحلم برجلين. يزي بالله. لا صدقني. باهي خلصني ترى خلصني. اش قاعد تحس ولا لا؟ ولا قاعد تحس. انا قلت وزير شنو؟ شنو بدك قاعد؟ اسمع. يا مواطن صباح. يا وزير شحال نخش والله العظيم لجات الملك باش تجيوني معناها تو. حتى شنو تفضل عليك انا؟ لكن انا مانيش بطال برسمك. يا ودي نخدم انا. ما انا الدوسي اللي عندي انت كنت فيني ولا من عام 98 هذاك الدوسي هنا شو؟ يا ودي من عام 98 انا كل يوم نفيق ماضي 3 نتاع الصباح نقعد نكتب في المطالب لل 6 نتاع الصباح. خدمه هذه ولا مش خدمه؟ خدمه. ايوا وكي نخرج الكار نبدا واقف في المحطه بتاع الكار ونطلع الكار ودزني وبس تعلق وهبط لي من غادي والمحطه الجايه. وهذا خدمه ولا مش خدمه؟ لا خدمه. لا خدمه. باهي وكي نجي قدام الوزاره هكا ونلقى شوش وجهه مقلوب قدامي هكا خدمه ولا مش خدمه؟ لا وجهه مقلوب. يطلع الفوق باهي واطلع الفوق يقول الكاتب العام تلقاه الفوق ما نلقاهش الكاتب العام وما القري ما نلقاهش وجهه مقلوب زاد خدمه ولا مش خدمه؟ لا خدمه وجهه مقلوب خدمه. اما انا خليني شيخ في الجو بتاعي يا صاحبي الريتم بتاعي منظم نعرف منين نهبط وين نمشي وين نعمل وكذا من عام 78 لتو من عام 98 لتو. باهي شوف سيفو شوف. لا لا انا نخدم. انا نخدم. تعرف خدمة شنية ولا؟ يا بكلم فيك يا وزير. شنية خدمة؟ تفضل صباح. ما زالش؟ تفضل. حتى الوزير ولا باش تفضل خويا تفضل. ديمقراطية وين توصل؟ أنا هي ديمقراطية. تفضل خويا تفضل. تفضل خويا سامحني. يا ودي أنا نخدم من عام 98 لتوا نخدم نلوج على خدمة. وأنت تجي تقول لي عندك الحق. شوف سيفو شوف أنا راني جايب لك معايا 800 اقتراح نتاع شغل نتاع عمل. كي توا ثم وزير استاذ الربي. أنا قلت لك أنا. تستاذ معناها. أي 800 بروبوزيون تاع خدمة. شنو هي بربي احسن خدمة عندكم ترى؟ قول احسن. تحبش نبعثك معناتها تحبش نبعثك جالية في الخارج؟ في الخارج. بوراقي ولا؟ شنو بوراقك توا؟ بربي بوراقي من النهار الأول. عندك أوراقي فوق؟ كلام توا هذا كلام. عندك فوقك أوراقي؟ لا نعملوا لك أوراق ما عندها مشكل. شوف سي فؤاد أنا راه بكل صراحة المهمة راه هذه. شكون اللي بعثك برسمك؟ شكون اللي بعثك؟ بعثتني الحكومة. يا أخي الحكومة الحكومة تشكلت هي بالله هذا ضربت شكلت انا افرز انا بالله شكلت انا لا مش ضربت شكلت انا بالله شكلت انا يا اخي بالله شكلت انا
شو شكل شكون شكل هذا؟ بربي شكون شكل هذا؟ بالله شكون شكل هذا؟ بالله شكون شكل هذا؟ انت صرفت صرفت بربي بربي بالله يا سيري يا سيري والله يا سيري يا سيري هاي شكلها شكون؟ شكلها شكلها انت فرحت هذا سيسباس معناها تو باش ترد بالي شكلها اي شكون؟ جبالي ابون اه وي اه تعرفون جبالي اه جبالي شكلها اي بيان سور ما لو حايد يا صاحبي جبالي جبالي جبابلينو اي اي جبابلينو طيحها اي اي اسمع هي هي الحكومة واقفة واقفة بطبيعتها اي وجبالي جا شكلها ترك البولي ترى لحظة برك لحظة برك يا والله وي ها جابا يا خويا ها جابا اسمعني يا معايا المواطن العاطلين قدموا نعدي نعدي يا عايشك بارك 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 الله فيك بارك اوباما بارك الله فيك معاك معاك تكلمك اسمع انت بتعرف جبابلينو تسخن احكي هو عندك وزير متكلمان ياسر تبارك الله عليه حاجه حاجه جبابلينو سافا ياك شكلت انت في الاخر شكون ما خدش نص بورتا بتاعك ماشي صعب خلينا نحكي معاه تو نتكلم قال لي على خدمه ولا شنو انا والله نخمم الله خير عاد كلام هذا نخمم شنو نخمم ما حيت نهضه شباب تونس انا معك وي اه جاب بربي سامحني حاجه كثيره تخص الدوري بعد بعد اسمعني جاب صبت لي 5000 خاطر صبيت لا لا صبيت 2000 لايك بتاع الاتصال بكري عاش خويا اوكي عاش اوكي تسوي عاش قلت طوال في ساعات خمس شوي اي خويا لازم تخدم لازم تخدم حرصا منا باش تخدم راهو ما فيهاش كلام شو معناه تو لازمني نخدم تو تسوي طيب عاش خويا برجع لي خليني شيخ على خدمتي يا صاحبي مريقي اه نكلم لك المعلم بيدو ولا لحظه 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 نكلم مومو معناه مونو وي مونو وي مونو نكلم يا ودي مومو مش مونو اه خويا اسمع ما حبش يخدم راهو ما حبش يخدم راهو اوكي اه معاك مومو مش مونو تكلم مص 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 سيد مش لازم سيد رئيس سافا مو مريقل يا وجاني قال لي وزير ودر شنو واحد وكذا واحد هكا عليه نتاع تشغيل خل شنو معناها نخدم نخدم بس يلزمني نخدم معناها من الهدنة من توا من يا خويا ان شاء الله تو خمم الليل وانا هنا هاو معاك اي انا سمعني اجتماع تفضل احكي معاك امنوا صب لي 5000 خاطر صبيت الجابا بك 5000 عايشكم 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 هاي خويا شكون طيب شو نقول لك والله ما انا هذه حكايه معناها لازم تخدم لازم تخدم اه يلزمك تخدم يا خويا بربي برقي لي بربي يمشي يشوف لا ما تحبش تخدم ما يهمكش شيء انا باش نعمل لك اعتصام لان ناخذ دارك تو باش نعطي صبور يا ودي برا اعطي سمن لا باش نعطي سمن العميل الكبير وي وي اسمعني جيب لي سي سي مع ابيض الوزراء هادي جيب حتى شنو هي هذاك هو لا نعطي صبور حتى تي ماكس جيب حتى يا مواطن يا قليل جاك وزير دوميسيل يا مواطن قليل جاك وزير دوميسيل يا وزير دوميسيل نقص نقص متقلقيال يا مواطن يا قليل جاك وزير دوميسيل يا وزير دوميسيال نقص نقص متقلقيال طالة تيكال طالة تيكال طالة تيكال طالة تيكال وزير سوكال مواطن سوكال وزير سوكال مواطن سوكال وزير سوكال مواطن سوكال وزير سوكال فؤاد تيكال جعفر تيكال فؤاد لي تيم وجعفر قاسمي تصفيقة فؤاد لي تيم اللي تلقاوه السبت الجاي زاد 24 ديسمبر في المسرح البلدي في مونولوج السبتي